دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية حيال أفريقيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. واعتبر يونكر أن الدول الأعضاء لا تفي بوعودها بالقدر الكافي فيما يتعلق بالالتزامات حيال الصندوق الإفريقي. وأوضح يونكر أن الدول الأعضاء وعدت ب 200 مليون يورو لم تدفع منها إلا 89 مليونا فقط.